سمعت أفكار لا نظير لها، لا نظير لها في العراق، يعني في الترهات وتضليل وأكاذيب. مما سمعته أن القانون هو الأفضل، القانون ليس الأفضل. أنا قانوني هسرع أوصف لك وأعطيك فد 4-5 شواهد من القانون. قصدك قانون القديم، قانون 108 مو القديم، هو نافذ وراح يبقى نافذ. أعرف من 108 في قانون 188 هنالك مادة اسمها مادة الحضانة. هذه المادة اللي هي مادة 57 ما موجودة حتى في أوروبا، حتى في أمريكا ما موجودة. زين، يعني بهذه الفكرة أنه الأبناء أو الأولاد حق مطلق بنسبة 100%، والأب إلى حق يشوفهم بالشهر حق ساعتين. مطلق قصدك للمرأة؟ للمرأة حق مطلق 100%، والأب إلى حق يشوفهم بالشهر ساعتين باتحاد النساء. زي. على القانون نص بالشهر ساعتين. هذه الحالة لو تروح لألمانيا، لبريطانيا، لأمريكا ما تلقاها موجودة هيك. الأبناء حضانة مشتركة، الحضانة مشتركة يعني يعتبرون في أغلب الدول المتطورة حضانة مشتركة. هاي وحدة. اثنين، في قانون 188 الزواج بالإكراه مشروع. مشروع؟ مشروع. شلون؟ الزواج بالإكراه، لكن في الشريعة الإسلامية جريمة. جريمة الشرع الإسلامي، شيعة وسنة، نتحدث الشريعة الإسلامية. زين. الزواج بالإكراه جريمة، يعاقب عليها الجنات. سواء كان اللي متزوج، هذا قال مادة 9 يرجع عليه يقول الزواج بالإكراه كذا، جبروا امرأة على الزواج وتحقق الدخول يصبح الزواج شرعي. هاي هذا 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 بمعنى من المعاني اغتصاب، بمعنى من المعاني. أيه احنا أيه جاي نضفي القانونيه. لا لا، فقها شلون يتعاملوا اياها؟ جريمه اعتبرت جريمه، يعني تعتبر حرام عليه. جريمه يعتبر جريمه. أيه. هذا الزواج بالاكراه جريمه، في القانون يعتبره مشروع. هل يعتبرونه قانون؟ طبعا بتعني. حتى اللي يزوج قاصر يجي ويحكمونه وينطيله 200 الف ويروح وتمشي الامور. خلنا نكمل. خلنا نكمل. في القانون 188 في بعض موارد، في بعض موارده مخالفه في مواضيع الارث. في مواضيع الإرث في مثلا بنت وحيدة لأبوها، هاي البنت إذا والدها توفى ما ترثهم بشكل مطلق، يشاركونها عمامها. زين، عمامها يشاركونها بالإرث، وهذا عندنا احنا بمخالفة للشريعة الإسلامية. في بعض موارد النفقة اللي يعتبرونه قانون يحفظ حقوق المرأة، في موارد كثيرة، في موارد كثيرة، في الطلاق التعسفي، في طلاق الناشز، في حينما يترك الزوج زوجته ويهجرها لسنوات متعددة، النفقة ما تتعلق بذمة الزوج. قانون 188 قانون بالشريعة الإسلامية، لو الدولة تنفق عليها، لو هي تستدين ويتحول هذا الدين بذمة الزوج، لو كان 100 سنة، لو كان 50 سنة، لو كان 20 سنة. واضح الفكرة عندك؟ لكن في القانون لا، إذا قامت الدعوة لها سنة فقط.